كيف هيك فجأة انقلب كل شيء ضدي؟ عن جد أنا ما عم أفهم. والله الحق معك، خدي حطي هاي شوي على راسك. أي يسلموا حبيبتي. لازم تكوني قوية. مبارح لسه كنا عم نقول إنك ذكية وبتعرفي توصلي للي بدك إياه، يعني مو معقول عند أول مشكلة فورا تنهاري. بعرف إنه خيبة الأمل مانا سهلة، بس بدك تقوي لازم. هلأ برأيي إنه الموضوع واضح، صاحب الشركة عرف بشي طريقة إنه اللي راحت لعنده هي أنتي، وبهالبساطة انكشفت لعبتنا. بس هذا الحكي بيعني إنه نحن قاعدين كان في حدا عم ينكش بالموضوع. ومين هذا الحدا؟ مين غيره؟ سوزان أكيد هي. هي شكلها لما شافت حالة تقلعت من الشغل جنت وما تحملت وراحت نكشت القصة لتثبت براءتها. والمشكلة إنه رجعت. لا اليوم بالشركة تصبحت فيها. والله لو تشوفوها هي ورسول آخر رواق نازلين حكي وضحك ومزح كمان، مثل السمنة على العسل، ولا كأنه صاير شيء أبدا. هيك كتير، يعني الحرباية سوزان هي اللي خبرت رسول بكل شيء وحضرته راح فورا رجعها على الشغل ليراضيها، ما هيك؟ على الأغلب هذا اللي صار. أوف أوف، أنا كيف بورت حالي بهيك قصة؟ هلأ مستحيل ترجع تتصلح علاقتنا. لا وفوقها إجا جايب لي ورقة الطلاق وقال معي لبكرة لوقعها. ماني فهمانة ليش هالعجلة كلها. مبين ليش مستعجل، بس ما بدي إلا مشان ما تعصب بزيادة. كان معصب كتير، بحياتي ما شفته معصب هيك من قبل. حبيبتي هدول الردود اللي على وشك أكيد صاروا معك بعد ما راح، مو هيك؟ أنا آسفة بس لأنك عم تقولي كان معصب. شو عم تقولي؟ أكيد ما في هيك شي، معصب بالحكي، بس أنا بعد ما راح اتضايقت وشربت لي كاسين وكأني دخت وأنا نازلة على الدرج، ما لقيت حالي غير بالأرض. أوف، حتى كتفي عم يوجعني كتير. على فكرة اللي صار ممتاز. نعم؟ شو الممتاز بالموضوع؟ آيلا أنت ما بدك تطلعي من رسول أولاً وبدك تخربي له علاقته بسوزان كمان، مو هيك؟ أي فيك تقول هذا اللي بدي إياه. ها؟ معناتها فيك تقولي أنت محظوظة لأنك وقعتي. كيف يعني؟ ما فهمت شو قصدك؟ حبيبي عاكف؟ معلش تفهمنا شو عم تفكر لأنك ضيعتنا. اسمعيني، تعرفي شو لازم نعمل هلأ؟ لا ما بعرف. هلأ لازم ناخد آيلة على المشفى فوراً، وانتي لما نروح على المشفى فرجي للدكتور أي رد أو ضربة بجسمك حتى لو كان خدش كتير صغير. هذا هو الجزء الأول من خطتنا اللي لازم ننفذه. مو نحن اللي منستسلم، والخير لقدام. يلا عمر، وقت نزلنا كان تولقى لساته بالصف. سوسن ناطرة، خلونا نطلع بسرعة، بدي روح معها منشان شوف الشغل. بس ما يطلع لنا تولقى بوشنا هلأ ويعملنا مشكلة. ايه دخيلك، يعمل اللي بده اياه، مو فارقة معنا. عمر معه حق، تولقى مو طالع بإيده شي أصلا وما في خليك تضلي إجباري. يلا جميلة. تولقى شو لوين رايحة؟ شو عم يصير؟ ليك أنا حاولت مباري حل القصة معك بالتفاهم، بس أنت ما تقبلت، بترجعك بلا مشاكل. كيف يعني بلا مشاكل؟ شو هي الشنطة اللي أخذتيها معك؟ قوليلي هدول لوين أخذينك؟ هي الشنطة فيها أغراضي، أنا ما عاد بدي أبقى معك، رح أقعد عند آسيا. كيف يعني رح تعدي عند آسيا؟ مو على أساس تصالحنا؟ مو حكينا أنا وياكي وقلتي لي إنك نسيتي اللي صار، والصبح سألتك مرة تانية وقلتي لي سامحتيني وأمورنا تمام؟
وسألتك متأكدة قلتي لي طبعا؟ كنت عم تكذبي علي جميلة؟ كذبت. أنا قلت لك ما عاد بدي كمل بهالعلاقة، بس أنت ما عم تتقبل قراري، لهيك ما تركت لي خيار تاني. أنا ما عم أتقبل قرارك لأنك ما عم تاخدي وأنت واعية. فهمي علي، كل شي عم تعمليه هلأ ردة فعل لأنه أعصابك تعبانة ومعصبة من الموضوع اللي صار. لأنه بكل بساطة هي ما عاد بدها إياك، تقبل الواقع. كيف أتقبل؟ معلش ما حدا يتدخل فينا؟ شش، وطي صوتك. تولقى بترجاك، مشان الله لا تكبر الموضوع وفهمني. هات الشنطة، أعطيني إياها لأنه بدها تجي معي، عم قلك اتركها. لا تولقى ما رح أجي معك، فهم بقى. البنت ما بدها ترجع معك، ليش ما عم تفهم؟ ها؟ يعني ما رح تفهم غير إذا ضربتك؟ يمكن لأنه هيك متعود. اللي عمر، أنت شو مشكلتك معي؟ كل الوقت عم تعبيلها براسة علي مشان تكرهني؟ ها؟ ليكك عايش حياتك وحبيبتك جنبك وحضرتك كمان حبيبك موجود، هاي أنتوا عايشين، ليش مصرين تخربوا لي حياتي لك؟ خلص بكفي، هنن كلهم ما دخلوا، هاد قراري. يلا معلش نمشي. ايه يلا. بدك ترجعي لي جميلة، ما رح أقبل إنك تتركيني وتمشي بهاي الطريقة. كل شي لقيته جبت لك يا حتى تشوفي، لفرجيكي إني ما عم كذب ولتأكدي إنه صادقين. اطلعي، هذا هو دفتر العيلة، هذا الدفتر لألنا. لك طلعنا متجوزين عن جد؟ يي ليك انت وشب كيف كان شكلك؟ وهي انا ليكي؟ يوم اللي صار عمرك 18 سنة بالضبط انا خطفتك. اهلك اول شي عصبوا وعادونا، بس رجعنا راضيناهم بعد فترة. اهلي لساتهم عايشين؟ لا، توفوا من زمان، صار لهم كذا سنة. ليكي هي ابك، طلعي طلعي ما احلاها. شوفي أوجان كان عجعوجه بتاكل أكل ليكي. ها سكور الدب بيجي نط. أهلين يا أولاد، كيفكن؟ شو عم تعملوا؟ عم ورجيها ألبومات الصور، بلكي بيساعدوها تتذكر. ايه ما تذكرت شي؟ لا ولا شي. انتو كنتوا بالمدرسة مو؟ ايه طبعا أمي، حب أعرفك على أوجان، أشطر طالب بالمدرسة وبنتك أبك، يعني ماشي حالك. شو قلت؟ حاجة بقى خلاص أوجان. إيه ماما، كنا بالمدرسة ونحن الاثنين ماشي حالنا شاطرين. ما نكون جوعانين بالعادة، ما بحضر لهم أكل أنا؟ طبعاً بتحضرينا دائماً، بالعادة بتعملينا نوعين كيك غير الفطاير. لك هذا غير الوجبة الرئيسية، عم بمزح. ما فيك تضب لسانك سكوت. لا تعبي حالك أمي، نحن أكلين بالمدرسة ولسه مالنا جوعانين، لا تأكلي همنا. صاحب البيت. أهلين سيد هالوك. أنا عطيتكم وقت بس ما استفدت شي، لهون وبس طفح الكيل. الحق معك، بس والله كل المشاكل اجت فوق راسي ورا بعضها، أكيد بأقرب وقت رح أدفع لك. معك 48 ساعة ما في غيرهم، إذا ما كان واصلني الأجار رح تصيروا برا، هذا آخر كلام. بس أعطيني فرصة. لا يا ربي دخيلك مشان تكمل. قال إذا ما دفعنا خلال يومين بده يجي زتنا برات البيت. ليش ما عم تدفع الأجار؟ حالتنا المادية صعبة. ولا تكمل قلعوني من الشغل اليوم. لا تقولها. ايه، وأمك بهالحالة ما فيها تشتغل، شو العمل هلأ؟ لا تاكل هم أبي، أنا وإبك فينا نشتغل ومن راتبنا فينا ندفع الأجار. شو عم تحكي؟ ليش سهل الواحد يلاقي شغل؟ وبعدين إذا لقيت بدك شهر حتى تقبض أول راتب، والزلمة بده يانا ندفع له خلال يومين. شو الحل لك؟ رح أدين من شي حدا. من مين؟ واحد ما بتعرفه ديني قبل بمرة. صحة حبيبتي أمال. يا حرام شكلها كتير بردانة، إيديها مثل التلج.
كأنه هالبيت بارد كتير، ليش ما عم نشعل الصوب يا؟ ما عنا فهم. ليش؟ أوف. فعلاً اليوم شكله كتير برد. أحسن حل إنه كل واحد منا يلبس جاكيته، هي أحسن طريقة لحتى ندفى. إيه والله فعلاً أختي ذكية كتير، فكرة غير شكل ما؟ شكراً بابا. لا تتضايق، هي خلصت فينا، كل واحد لبس جاكيته ومشي الحال، أنا دفيان هيك. لبسي الجاكيت. عزبتي حالك، يسلموا. العفو، ما عملت شي. مينها؟ أوجان. آه شكراً سوسن، عزبتي حالك. لا حبيبتي، ما في عذاب أبداً. آسيا، أنا احتمال بلش شغل من اليوم، يعني لا تقلقي إذا تأخرت. ماشي، دير بالك، خليك منتبه على موبايلك ولا تنسى. وإنتوا انتبهوا على بعض وقفلوا الباب منيح. ماشي عمر، ما تقلق. موفق عمر، إن شاء الله يمشي الحال ويكون الشغل منيح. بتمنى إن شاء الله خير. يلا منشوفكم. يلا سلام. الله معكم. ايه، وضعنا المادي بالأرض هاي الفترة، وبالبيت ما في شي يتاكل. شو رأيك ناخد كعكتين من الفرن وناكلهم مع كاسة شاي؟ المشكلة إنه ما ضل معي مصاري أبداً، لأنه دفعت كل شي كان علي من قبل. منيح عملتي هيك، مو مشكلة، منضل بلا أكل ولا تضلي مديونة لتولقا. ايه والله الحق معك. استني هون لجيبهم وارجع. ماشي. تفضلي بنتي. بقديش الكعكة الوحدة لو سمحت؟ الوحدة بأربعة. إذا بدك تبع مبارح سعرهم أقل، الكعك تبع مبارح ما فيه شيء أبداً، 2 بـ5. إذا بتحبي طبعاً رح حطلك 2. تمام، بعد إذنك حطلي 2. تفضلي بنتي، صحة وأنا. شكراً كتير. عاسين لأنه منتبع مبارح. دخيلك، مو مشكلة، هلأ مع الشاي بتطرى. أنا متعودة من الميتم على هالأكلات، مشان هيك لا تاكلوا هم، ما رح أعذبكم بالأكل أبدا. يلا خلينا نمشي. مثل ما بدك، بكرة رح يكون عندك. ماشي، يلا الله معك. شو طمنيني، مبسوطة هلأ؟ طمنتي عليه؟ ايه والله مبسوطة من قلبي، شكراً كتير على كل شي، ما قصرت. انا ما عملت شي لحتى تشكريني، انت اللي عم تدفعي راتبه. بالعكس، على فكرة انا اللي لازم اتشكرك، كسبت عامل بدون ما اتكلف ولا ادفع. اهم شي هذا الموضوع يضل بيناتنا مثل ما اتفقنا، أوها حدا يعرف إنه أنا عم بدفع راتب عمر. ما تخافي، ما حدا رح يعرف. بس معلش، فهميني شو هدفك من هالقصة، ليش لحتى تدفعي له راتب؟ هيك يعني، ما في سبب. أي ما في سبب واضح. هل حكي علي؟ على كل، لا تقلقي، هذا الشي رح يضل سر. معناها أنا رح روح، إذا بدك أي شي حاكيني. تمام، ولا تنسي تسلميلي على أبوك. الله يسلمك، بيوصل أكيد. بدك شي عمر؟ سلامتك. ماشي، أنا رح روح، بشوفك. الله معك. كيف ممكن تنسي هيك قصة؟
هي قصة ما بتنتسى، يوميتك انت رح تنجلطي لاني اكلت طنجرة المحشي لحالي. هي اخر شغلة بتوقع انك تنسيها. وجان من كل عقلك، اذا هي اسمها ما انا متذكرته. لك ايبك، انت عم تحكي هيك من غيرتك لانه هي الذكرى خاصة فيها. اوف، جبت اليوم شوية خضرة وعملت فيهم هي الاكلة. والله ما بعرف، دبروا حالكم فيها. اي سلم ايديك بابا، فرجيني. مبينة طيبة. يسلم ايديك اورهان بيك. هات صحن اخذ للولاد، اكيد ما عندهم شي ياكلوا. ادكرمي رح اطلهم فورا. شو بكن، ليش هيك عم تطلعوا ببعض؟ مستغربين لانك بالعاده ما بتتذكريهم ولا بيخطروا على بالك. كيف يعني ما كانوا يخطروا على بالي؟ كان في شي مشكلة بيني وبينهم؟ ما عم بفهم. بالضبط، ونحنا ما كنا فهمانين كمان، بس كان بدنا نفهم ليش هيك عم تعملي. هاد موبايل أمك، قومي شوفي، شوفي مين عم يبعت لها. مين ممكن يكون بعت لها؟ شوف لك أنا الرسالة؟ إيه إيمك شو فيها؟ خير، مين هاي إيمك؟ اسمها إيبك، إيبك إيبك، إيه ليك كأنه اسمها غريب. لا اسمها كتير عادي، خدي لهم هذا الصحن. أكيد أنت بدك تشوفي لي الرسالة لأنه أنا ما رح أعرف. حأخذ لهم الصحن وأرجع. اليوم ما أجيتي، بس بكرة ناطرتك مشان التنظيف، ضروري إنك تجي. مسجلتها باسم المديرة. مين هاي المديرة يا ترى؟ مين بدها تكون؟ أكيد هاي اللي عم تروح تنظف للبيت، مين غيرها؟ بعتي لها أمي ما أنا جاي. طيب أنا بروح بدالها، مو كنا بدنا ندور على شغل؟ إيه، وشو مشان مدرستك؟ بروح بعد المدرسة. طيب ماشي، مثل ما بدك، بس خبريها إنه أمك مريضة. تمام، أنا بكون بنتها وأمي بتعتذر لأنها مريضة، بس إذا بعتي لي العنوان ممكن إنه أنا أجي بدالها. هلأ منشوف. يمكن ما تقبل. ها تمام العنوان، معناها قبلت إنه أجي. إيه مبروك الشغل الجديد. أنا هلأ موعد الزلمي حتى أديها منه، إن شاء الله يمشي الحال. إذا مو متأكد إنه رح يعطيك بلاها، بلا ما يخجلك ويكسفك. طيب ما في مشكلة، منشوف بلكي بيعطيني وبيمشي الحال. يلا بلشوا أكل بلا ما يبرد. يلا. يسلموا إيديك. طيبة، ألف صحة وهنا على قلبك. إيه ممتاز، إيه خليك بمكانك، هلأ هذا المكان كتير منيح. حلال عليك. إيه وقف وقف لحظة. اسمعني، ليك ضيفتنا هلأ جاية، حضر حالك، يلا لازم سكر. ايه ماشي بشوفك. شو مشي الحال؟ مشي الحال مشي. والله برافو عليها، هالآيلة عن جد طلعت مرة كتير ذكية. لسه كل ما راح وإجا بيقول لي ذكية، وين الذكاء؟ في وحدة ذكية بتضيع رجال مثل الوردة من إيدها؟ هلأ نقطة رجال مثل الوردة بنحكي فيها بعدين. وتاني شي مثل ما أنك شايف، المخلوقة ما تركت أي شي ما عملته مشان ما يضيع هذا الزلمة من بين إيديها، شو لازم تعمل أكتر من هيك؟ على كل الأحوال هلأ مشي الحال ولازم نلاقي طريقة لنساعدها. أهلين آيلا، معلش اسمحيلي هنيكي، لعبتي دورك بشكل رائع. قلبي رح يوقف، ليك أنا عملت كل شيء قلتلي عليه بالحرف الواحد، إن شاء الله يمشي الحال وما أتورط بشي ورطة جديدة. لا ما عاد في ورطات، لأنه هالمرة هاي الخطة أنا اللي حاططها، هاي خطة عاكف أتاكول، مشان هيك اطمني رح تنجح أكيد.
إن شاء الله أنا هذا اللي بدي إياه. طمني حبيبتي ولا تقلقي بالمرة، إمتى ما بدك خطط وحيل ومؤامرات ما إلك غير عاكف طبعاً. رح أعتبر هالكلام غزال. إن شاء الله يمشي الحال. عفواً أورهان، لا تكون مفكرني الصراف الآلي، مخربت بالعنوان. لا لا أكيد مو هيك، كل الفكرة إنه صاحب البيت بده الأجار وعطاني 48 ساعة وأنا ما لقيت حدا غيرك إجي لعنده. والله لحتى تشوف مني مصاري لازم شوفك عم ترجع لي اللي أخدتهم من قبل، بس شكلهم ما رح يرجعوا، عم تورط حالك ورطة مانك قدها. كيف يعني؟ الزلمة اللي بيطلب دين وهو ما نو مسدد الدين اللي قبله أكيد نهايته واضحة ومعروفة. أنت شكلك بدك تعذبني وتوجع لي رأسي. لا لا أبداً، معقول هذا الحكي؟ اطمن أكيد أنا حأدفع لك، بالنهاية رح لاقي شغل وأوفيك دينك كله. لاقي حدا يشغلك وبعدين منحكي. ماشي؟ ادفع لي عليك، ادفع قبل ما تطلب. يعني ما خرج تعطيني أبداً؟ لا والله مو خرج. أول شيء رجع الدين اللي عليك. قديش كنت أخذ؟ 10,000 ومع الفوائد قديش؟ 15. أها، بس لتجيب 15 وتحطهم هون نبقى وقتها منحكي بالدين اللي بعده، فهمت علي؟ المثل شو بيقول لك؟ إذا صاحبك عسل لا تلحسه كله. ما عم صدق إنه أمي أخذت أكل لأولاد عمي، والله هي الأم اللي بحلم فيها. أي والله، بس كان ضروري تضرب راسها وتفقد الذاكرة لحتى تصير منيحة معهم. عيب شي إذا قلت يا ريت صار معها هيك من زمان؟ لا مو عيب، لأني بصراحة عم فكر بنفس الموضوع. هذا تولغا مو؟ مساء الخير، بس ما أكون عم بزعجكم. أنت شو جابك لهون ولا هنقلع؟ جاي على بيتي بكل وقاحة؟ أنا جيت لأنه بدي أحكي مع جميلة. بس جميلة اليوم قالت لي إنه ما عاد في حكي بيناتكم. يا أما ما كانت بوعية لما حكت هالحكي، يا أما أنتوا فهمانين عليها غلط، لأنه بيني وبين جميلة في لسه كتير حكي ما انحكى، طبيعي ما تتفهموا علاقتنا. ليك روح هلأ وبتحاكي الصبح، يلا نقلع. ما خرج أجل الحديث للصبح أوجان، لازم شوفها هلأ وماني متحرك لحتى أحكي معها. أي ماشي مثل ما بدك، خليك واقف للصبح. آسيا نصيحة، لا تكبري المشكلة، نادي لها لجميلة لنحكي كلمتين، ما بدي أعمل مشكلة، بدي حاكيها على رواق. يلا. لا عفواً، شو يعني ما رح تعمل مشكلة؟ ليش حضرتك شو فيك تعمل؟ كأنك عم تهددها؟ ما بقدر أعمل لشي، اطمني ولا تخافي، بعدين مين جاب سيرة التهديد؟ جميلة! جميلة اطلعي بدي احكي معك كلمتين، بعرف انك عم تسمعيني. جميلة انت مريض نفسي وما بتفهم، شكلك جنيت على الاخر. ليك ما بدي اضربك بعد من خلقتي ولا تتدخل. خلص اتركه تولغا. شو بدك؟ هي طلعت. جيت بس مشان احكي معك، بدي تعطيني فرصة وتسمعيني نص ساعة بس، بعدين اعملي اللي بدك اياه. مبارح ضليت للصبح عم بسمعك وما اقتنعت، لهيك ما بدي أعطيك فرصة ولا بدي أسمع. ممكن لو سمحت تمشي؟ جميلة بعرف أنه هالحكي اللي عم تقوليه مو من قلبك، وأنه أنت ما بدك يعني روح من هون. أنت عن جد ما بتفهم ولا ما بدك تفهم؟ شو الطريقة اللي بتحب تحاكيك فيها لتستوعب؟ بلا، أنا بدي إياك تروح. سمعت؟ يا ريت تتركني بحالي وتتركهم بحالهم كمان. لا ما حذرتي، انت بتعرفي قديش انا بحبك وما رح اسمح لك تتركيني بهي الطريقه. اي ماني ناطره اذنك اصلا. جميله تعال. بدك تسمعيني بس لحظه، لا تتسرعي بترجاكي،
أعطيني فرصة، كل اللي طالبه منك تسمعيني. لو سمحتي خلينا نقعد لحالنا وين ما بدك، المهم انك تسمعيني جميلة. كل اللي طالبه منك انك تسمعيني دقيقتين برواء، صعب عليكي هالشي؟ ممكن تتركونا شوي لو سمحتوا؟ بترجاكن. شايفني مجنون ولا اهبل لحتى اتركك مع لحالك؟ معلش تبعد لي، بدي فوت على البيت. انت متأكدة؟ ايه متأكدة. طيب تفضلي، بس يكون بعلمك ان لوقت ما تقبلي تسمعيني انا رح ضل ناطرك هون عند الباب وما رح اتحرك. ماشي؟ اهلين عمر. هيك ما بده قوب تطمنوا علي باول يوم شغل؟ عمر اجا تولجا وبده جميلة تحكي معه اجباري. ايه وشو صار؟ ما في شي، بس اتنقر مع اوجان وما عم يقبل يروح. طيب يلا جاي فورا. بعد اذنك، اهلي صاير معهم مشكلة، فيني روح بسرعة؟ ايه ما في مشكلة. شكرا كتير. معلش روح بالسكوتر تبعك؟ غدا اذا بتعرف تسوقها. لا تاكل هم. ما بدي اخلص من تولقة ومشاكله، واحد مريض. روح من هون، جمدنا من البرد. وبعدين معك بدك تضل موقفنا هون للصبح؟ نلع خلصني. ماني رايح، ماني متحرك من هون لحتى تطلع جميلة وتقبل تسمعني، حتى لو بدي ضل الصبح. ماشي؟ انت فوت على بيتك وتدفى، شو بدك فيني؟ ماني مقرب على حدا اصلا ولا زعجكم. ما بكفي مشاكلك الصبح، من وين طلعت لي باخر الليل؟ جميلة انا ماني متحرك من هون لحتى تطلعي تسمعيني، بترجاكي اعطيني فرصة واحدة بس يا جميلة. انت شو فكر انك رح تعمل بوقفتك هون؟ انت بأي حق بتجي على بيوت العالم هيك بنص الليل وبتصرخ وبتعيط؟ انا ما كنت جاي لصرخ وعيط، كان بدي احكي معك وبس. لما كان المفروض تحكي معي انت حبستني وكذبت علي كل هالايام، كل يوم كذبة وانا مثل الغبية مصدقتها. انا لما كنت اسمعك كذبت، لهيك ما عاد بدي. خلص كل شي بيناتنا انتهى. شو ما عم تسمع؟ كل شي انتهى. انتو اللي لعبتوا بعقلة وقلبتوا علي. هذا الكلام ما بتقوله لو ما كان في حدا معبيلة براسة. ما انا مضطرين نقول شي، واضح مثل عين الشمس انك كذاب ومحتال. نسيان الطين اللي كبيته علينا انا وابك، واللي عملته بعمي، هذا كله ما بيكفي؟ آسيا، اكيد لو ما انتو اذيتوني انا ما كنت قربت عليكم. يا ربي دخيلك، قال نحن أزينا. طيب ماشي، شو بدك هلأ؟ معلش ما تتدخل وما تحكي ولا كلمة؟ لازم تتدخل بكل حديث وتحكي حكي بلا طعمة؟ لا تكون نسيان إنك كنت بالسجن بتهمة محاولة القتل، يعني لا تنظر علي لأنك مانك أحسن مني. أحسن منك بألف مرة. اللي صار مع أوجان صار بالغلط. تولقى معلش تمشي؟ إذا ما مشيت رح أطلب الشرطة. والله يا جميلة أويانة، محرضينك لدرجة إنه بدك تطلبي لي الشرطة؟ برافو عليكم، معبيلة راسة علي منيح. ولا أنت شو جايبك لعنا؟ يا عيني إجا البطل هلأ مشان تكمل معنا. لبرا يلا يلا نقلع، أكيد قالت لك إنه ما بدها تسمعك. جميلة، أكيد عمر هو اللي علمك علي واللي عم يقلك تتصرفي معي بهي الطريقة، مو هو يلي عم يسمم لك عقلك بهالأفكار؟ بس معلش اسمع مني هالكلمتين، بوعدك إني رح دفعك الثمن. وأنا ناطرك لتدفعني الثمن. فرجيني شو رح يطلع معك، ناطرك. عمر، أوجان، وبعدين معك أنت، شو جابك؟ شو قصتكن؟ ليش عم تتخانقوا؟ لأنه هذا المجنون بده يجبر جميلة إنه تحكي معه. إيه نعم، جيت لأحكي مع حبيبتي، قلي وين الغلط؟ بأي حق أولادك المحترمين عم يمنعوني؟ استنى لحظة لحظة لحظة، بهذا الوقت؟ جميلة، أنت بدك تحكي مع هذا الولد شي؟ لا ما بدي، ما بدي أحكي معه ولا بدي أشوفه حتى، ما بدي أي شي بيخصه. سمعت بإذنة؟ ما بدي إياك، يا ريت تمشي وبلا مشاكل وبعدين بتحلوا مشاكلكم كلياتها. يلا
شو ناطر لسه؟ يلا تفضل. ايه طيب ماشي مثل ما بدك، رح روح. بس لما اجي المرة الجاي رح هد هاد البيت على راسكم. ايه يلا يلا. اصحك تعيده خراس عمر. جميلة خلص راح من هون، مش الحال انقلع. يلا فوتوا لجوا الدنيا برد. يلا بسرعة يلا. من شان الله لا تواخذنا عمي، دائما منوجع لك راسك. من الشغل. ألو؟ وينك عمر؟ وين رحت؟ وين مفاتيح السيارة اللي كنت عم تغسلها؟ ليكني جاي لعندك، جاي فورا. يا سلام، لشوف وين حاططن لهدول الصور، بدي اسحبهم. ليك كم وحده؟ هدول كلهم للوظيفه شي 1000 صوره. لو كمان في بيناتهم فيديو، شو هالفيديو اللي مصوره؟ اه قافل الفيديو، حاطط له كلمه سر. شو بدها تكون كلمه السر مثلا؟ أنا حافظه أكتر من حالي. طيب هلأ منشوف. أنت شو عم تعمل هون؟ ليش فاتحه لحالك؟ وإذا عم شوف صور حبيبتي قلي وين المشكلة؟ حتى كانت بدي شوف الفيديو كمان، بس أنت فتت وسكرته. كيف بتفوت وبتفتح اللابتوب تبعي من دون إذني؟ أنت مين مفكر حالك؟ آه؟ اللي عم تعمله عيب على فكرة. آه نسيان اني اخوك؟ هلا اللي عم بعمله انا عيب؟ بس انت تعمل جلسة تصوير لحبيبتي اللي ما صار لي انا وياها تاركين 3 ايام وبتصورها فيديو وبتحط له كلمة سر؟ وبطلع انا اللي عم بعمل العيب؟ انت في شي بعقلك؟ اه؟ شو شايفني غبي قدامك؟ اطلع برات الغرفة، اطلع من غرفتي دوروك. لا ما رح اطلع، ما في قوة بالدنيا رح تطالعني قبل ما اشوف الفيديو بعيني. عم اقول لك اطلع من الغرفة. شوفه وبطلع. ما فيك تمنعني. عم اقول لك اطلع من هون. لا ما رح اتركك لشوف الفيديو. شو في؟ ما شاء الله. قالوا فرحنا انكم اتفقتوا وتصالحتوا. شو قصتكم؟ خلص شهر العسل؟ جاوبوا. ليش عم تعيطوا على بعض؟ شبكون؟ على شو الخناقة؟ ابنك عم يتقرب من حبيبتي القديمة بابا، تفضل شو رأيك؟ عم تتخانقوا مشان آسيا؟ كل مشاكلكم بسببها وبعدين بقى؟ فات وفتح لابتوبي بدون إذن وعم يقلب بالصور، مو حق يعصب منه؟ دروك؟ كتير عيب تفتح لابتوب أخوك من دون ما تاخد إذن، مو حلوة أبداً. بعدين على شو متضايق إذا تركت أنت وياها؟ عم تقول القديمة. إيه صح، راح عن بالي. نسيت إنه أصلاً أنت هذا اللي بدك إياه. بعرف إنه مانك عاطي فرحتك لحدا لأنك ما بتطيقيها. ماشي مو مشكلة، انت حر فيك تعمل اللي بدك اياه، لأنه لا عاد يهمني ولا عاد يفرق معي. والله ما في شي بيني وبينها، أنا وياها أصدقاء مو أكتر. ما في مشكلة كهان، منعرف. حتى لو كان في شي انت حر بالنهاية. ها؟ أنا ما دخلني بالسيرة، داخلي ومليت من مشاكل المراهقين العاطفية، طالعوني من القصة.
للحظة كنت انفضحت. انت لازم لا، ما شو هالبرد؟ انت شو عم تعمل هون؟ جاي نام. وين تنام؟ ايه جاي نام بلا ما نام. هون على هذا التخت؟ ايه خلاص بلا، انا ما بدي ضايقك او ازعجك. انت نامي على التخت وأنا فيني دبر حالي بشي غرفة، يعني هيك بدك؟ والله يا ريت بتكون فضلت علي. يا ربي دخيلك. طيب ماشي مثل ما بدك، بعد 20 سنة هيك بيصير فيني؟ أنت كتير مزبق سيد أورهان. شكرا، تسلمي يا مدام. بس سكر الباب. بنت رفيقي حرجتني وخلتني وصفه عندي لدرجة أنها رح تدفع له الراتب من جيبتها، ولولا هيك ما كنت شغلت واحد ما بيتأمن فيه أبدا. بس صدقني أنا عم شغله عندي مجاملة لألا، عم تفهم علي؟ ها ليك وصل؟ وين مفتاح السيارة؟ أنا كرمالك أنت بس ما رح أعمل مشكلة، وإلا كان فيني كبرها كتير وأنت بتعرفني. أمانة لا تواخذنا، شو ما قلت الحق معك. هلأ راتبي سوسن رح تدفعه؟ منشان هيك شغلتني؟ شو مفكر لك؟ ضلت ساعة تترجاني لحتى قبلت، لكن أنا معقول شغل واحد مثلك ما عنده خبرة؟ هاي من أول يوم عملت لي مشكلة. لكن إلا لسوسان تخلي المصاري بجيبتها، ما عاد بدي اشتغل. روح دور على عامل بيعجبك، هذا اللي كان ناقصني بآخر النهار. شو هالصوت؟ شنقول؟ شنقول؟ والله رعبتيني، وقفتي لي قلبي من الرعبة. شو اللي فيقك وطلعك لهون بهالوقت هاد؟ ما عرفت نام لأنه ما عم بتذكر أبدا. ايه وإذا؟ لا تكبري القصة، مع الوقت رح تتذكري. وحتى لو ما تذكرتي عادي، منبلش من جديد. أنت شخص حباب وطيب كتير، حتى أولادك وأولاد أخوك أنتوا كلكم بتنحبوا كتير وطيبين. بس شكلي أنا اللي كنت سيئة ومو منيحة. ليه كيف معيشة الأولاد بهذا الكوخ؟ وكنت كمان بدي أعطي هديك الصغيرة لمرة ما بعرفها، بكل أسوة كنت بدي أحرمها من إخواتها. معقول في حدا سيء لهالدرجة؟ والله ما عم صدق إنه أنا هيك عملت. لا تضلي عم تقولي عن حالك سيئة، أنت ما كنتي سيئة، بس يعني فيك تقولي معقدة. كيف يعني؟ ما فهمت من شو معقدة. يمكن معقدة من المصاري. معقول كون عملت هالشغلات السيئة مشان المصاري؟ ايه يعني كان عندك استعداد تعملي اي شيء ممكن يجيب لك مصاري. شلون بدي اقولك ياها؟ المصاري كانت مثل هوسك وهي همك الوحيد بهالدنيا هي. طيب طالما كنت مثل ما عم تقول مرة معقدة وسيئة لهالدرجة، ما عم بفهم انت كيف كنت تحبني؟ لأنه أنا بعرفك كتير منيح، ولأنك أم منيحة وقلبك طيب، لأني بعرف الطيبة اللي جواتك. بس أنا ما عم بعرف حالي بنو،
وما عم بتذكر شي ابدا. مو حكينا بهي القصة وخلصنا؟ مثل ما قلت لك اذا تذكرتي بيكون منيح، واذا ما تذكرتي منبلش 20 سنة من اول وجديد، وين المشكلة يعني؟ قومي خلينا نفوت لجوا، كتير برد هون، نمرض. قومي ننام. يلا يلا قومي. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.